بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلقة الماس، والماما تفصل تفصل والبابا يحول يشتري. يا عليك عليكي كتر الدلال يا حلوة انزلي، ما بنزل ما بنزل يا روحي ما بنزل، ما بنزل ما بنزل يا خيطو ما بنزل، ما بنزل ما بنزل. ما لقيتك مرجان الا على ابو جودان، شو صاير لك انت؟ شو صاير لك؟ يا فوزيه، شو بعرفني هذا اللي طلع معي؟ الله لا يوفقك يا ابو جودات، الله لا يوفقك. الله لا يوفق ابو جودات، لك تبرجل على شيء واحد من برات الحاره، كرمال ما نصير علكه بلسان اهل الحاره اكثر ما لنا صايرين. خلصنا فوزيه خلصنا، انا واثق انت الثانيه بكفيني اللي فيني. الله لا يوفقك يا ابو جودات، يا عوايني يا عبيد الاستعمار. أنا أبو جودات يا أختي. شو بدك أبو جودات؟ ما في رجال بالبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعرف ما في رجال يا أختي. وما زالك بتعرف ما في رجال، ليش جاي لهون يا علي؟ من ناموس والشرف. إيه؟ ليش هون حكي هلا؟ وشلون بدك يعني يحكي معك؟ يلا نلع من هون أحسن ما تشوف شيء ما بيسرك. ها؟ لك ما قالت لك إنه ما في رجال بالبيت؟ ليش عم تدق عليهم يا علي شرف الناموس؟ شو بذكرك حيوان؟ أنت عليك شرف ولك؟ ربيتك لعبة ضربتك. سلامتك. الله بحي البطن يلي حملك يا أبو بدر. بيرفع الراس، واللي عمله ابو بدر بيرفع الراس اكثر. عيب عليكم، حريمكم كشفت عن وشها. ابو بدر ابن اصل وانتو اهله، ورجونا فعايلكم يا رجال. عملتك هاي لك أبدر ما بيعملها إلا واحد من بلد وأصيل رجال من ظهر الرجال. الله يخلي لياك يا وعصاب، والله أنا ما عملت غير واجبي، ما بدي أشكر على واجب. نحن مو جايين نشكرك عمي، نحن جايين نطمن عليك بس. لك بري عليك يا أبدر، أنت اللي عملته رح تضل حارة تحكي فيه طالما فيها ناس عايشة. والله ما عملت غير واجبي يا جماعة. كتر خيرك يا أبدر، أنت حميت شرفنا وعرضنا. ليش هيك عم تحاكوني يا الحارتي؟ ليش عم تحسسوني اني غريب عنكم؟ الله يسامحك يا ابو عصام، الله يسامحك. كل عمرك هيك بتعاملني؟ ولو لك ابو بدر والله ما بشي من واجبها. الله يخليك يا ابو عصام. انا ابن هيك الحارة. انا ولدت تربيت فيها. وشرفها من شرفي. وعرضها من عرضي. الله يوفقك يا ابو عصام، اذا بتعزي والي مكاني عندك ارجع بصياتك. متى بدك؟ يا اخي. اي والله اخ، اي والله اخ، الله يعيننا على هالكم يوم اللي جايين. صلي على النبي اكبر، صلي على النبي.
لك انا جاي على بالي روح على الدكان افتحها واترزق، بس والله مالي قدران واقف على رجلي زي ما عاملتني. بعرف معك حق، بس شو بدنا نسوي اذا لازم نغرق؟ ولا يهمك، اكيد الرجال حاسبينا فوزي، اكيد حاسبينا. ان شاء الله يكونوا حاسبيننا. الله يعيننا الله يعيننا. قال فوق الموت حصه قبر. لك لا تحكي لي هم، لك فوزي لا تحكي لي هم، رجال الحارة كلياتهم بنشد فيهم الظهر. بعرف. شكلت. يلا يلا جاي الله لا يوفقك يا عميل الاستعمار. مين؟ أنا سعاد. أهلا وسهلا. أهلا فيكي حبيبتي، خدي عني الله يرضى عليك. يا حبيب الشو ليش هيك معزلين حالكم؟ أهلين تفضلوا يا حبيب الشو. شو بات الذهبات الظاهرة اللي حتى عم توزعوه؟ لا أيوه، شو ذهبات؟ هدول مني. لبين ما يقوم أخي أبو بدر بالسلامة. خلي لي إياك يا عم عصام يطول عمرك. عم عصام هي مني. يا فوزية هي أوفي ديناتك فيها. بعدين أنا ما قلت لك إنه اللي عليه دين ما بيجوز يتسدد؟ بكفي إنك تدعي للشام، هي بتسوى رطل ذهب. إلهي إلهي وأنت جاهي، ربي يفرج على الشام وعلى أهل الشام وعلينا كلياتنا يا رب. آمين يا رب العالم. تفضلوا تفضلوا. الفسحة يا شباب، لف نساوي ثار على باب الحارة. حركوا أمين. وين الوفود؟ إذا جاينا تمسك الوفود تفضل امسكنا. نحن الوفود جعنا قدامك. نحن ما بدنا حدا منكم، نحن بس بدنا وفود. لكان بتروح عمي وبتطلب هالطلب من ناس لا عندها شرف ولا عندها نخوة. على دمنا بتاخذ الوفود. معناتها أنتو مو ناويين الخير؟ الغريب بس هي قال لي عمي الخير لحاله بيحتار. وين بدك تروح يا شوكات؟ ما حدا فيكم رح يعتب برات الحارة، والوفود رح ترجع من محل ما يجي. مو تكرم عينك، تأخرت كتير لك وابي. لا بالأخير وصلت الحمد لله على السلامة. يا أهلا وسهلا. كلمتين ما في غيرون، سلموا الوفود أحسن لكم. إذا مفكر إنه الفرنساوي رح يحميك بتكون غلطان لك وابي. كب هالجنزير من إيدك وفوت بريشك أحسن له. إجا الوقت يلي رح يتكسر فيه راسك يا حارة الضبر. عليهم يا رجال. Thank you.
ميت اهلا وسهلا بالنضل الواطي. روح قرب. يا ندب واطي، لك انت البسا قليل عليك. خربت يا ابن الكلب. فوت يا ابن الكلب. علي مالك يا علي مالك. شوي 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 شوي. صوت معي يا ابن حاتم، صوت معي. علي مالك. بسم الله بسم الله. روح هنيك روح هنيك يا ابن حاتم. خلص على عندي لهون، طلع عندي بسرعة. بسم الله بسم الله. ايدك ايدك، ارفع له رجليك. بس بس لعندك. كعبت كعبت. سلامتك. سلام سلام. شوكت شوكت يا لطيف، خليني اشوف. ابو قاسم يلا 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 يلا. شرف انت شو عملتي؟ شو بتفوتي علينا هيك فوتي؟ شو هاد؟ شو هاد؟ بدي شنطتي شنطتي بسرعة. يلا يلا بسرعة. بعد هيك يا مو بعد هيك. يا عمتي يا أبي يا أبي يا أبي تستريك يا أبي. أبو عيسان يا أبي قولي علي. يا أبي عيسان يا أبي تستريك يا أبي. طولي مالك طولي مالك. احترامي يا سيدي. يا سيدي انقتل الطابط بيير، قتلوه يا سيدي. وطننا كتير صعب، بدنا مؤازرة إن شاء الله يا سيدي. جسة الطابط بيير بحالة الضبع يا سيدي، نعم مثل الحرم. سلام عزواني. يلا 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 ايديك رجع ايديك لورا. يلا وخي راسك فيه عبيني سعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حيف يا حيف. لك أخص عليكم على شغربكم أخص. هيك بتعتدوا على أولاد بلدكم؟ ها هاي الفرنساوي اللي عملتوا عملتكم مشانه تركن وهرب. والله يا عمي أبو النار، هدول القتل قليل عليهم. داخل على عرضكم يستر عرضكم. والله الوابي ورطنا رأس. لك أنتوا مو أولاد البلد؟ مو أكلين من خيرها؟ مو شربانين من ميتها؟ يا حيف عليكم يا حيف. هدول أنجاس يا أبي، ولازم ينقتلوا مشان الكل يتربى. لا يا ابني لا، ما بصير نقتلهم. ما بيجوز نقتل حدا الا دفاعا عن النفس. شو بدنا نواجه رب العالمين بسفك دم انسان، اي انسان على وجه الارض؟ كلامك على عين والراس يا شيخنا، هذا هو الكلام المضبوط. هذول بيضلوا اولاد بلدنا وما راح يكون دمهم رخيص عنا ابدا. لك حيرتونا، شو بدنا نعمل فيهم هلا؟ فكوهم وخليهم يتيسروا على بيوتهم. ما راح نشمت الفرنساوي فينا بولاد بلدنا. ويا فوزية ونزلت لك حطاخ وطيخ، وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك، وعلى صدرك فوف شي بعفعيني وشي بوشيني، وبسرقك الواحد هيك ولحو 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 هيك 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 ولحشو. بعدين دق لك بوحد ودشت هذيك النطحة وخليه واقف بالأرض. والله كيلك ما خليت حدا يهتم علي بهي الخناعة. وهيك وهيك. ومين قتلوا للضابط الفرنساوي؟ شو بعرفني؟ والله من كثر ما عم تقول لي وتشرح لي فكرتك انت اللي قتلته. لا والله لا والله، ليش الكذب؟ الكذب حرام. انا ما قتلته، كان جاي على بالي بس انا ما قتلته. عود عود خذي الشيطان وعودكم عود. بس تعرفي علي علي هذا ابو عصام متصاب بكتفه، بدي روح شق عليه هلا بس خلص اكل. هذا اللي شاطر فيه تقبر قلبي. شو صاحب واجب؟ كان بدك تشوفيه نقار عملناه وعلى سلخ وعلى سلخ.